احتفلت الرهبنة الكرملية في الأرض المقدسة بعيد القديسة مريم ليسوع المصلوب، وبهذه المناسبة ترأس الأب أدلفو تيتو يالانا قداساً احتفالياً، وذلك في بستان دير الكرمل في بيت لحم، بحضور عدد من كهنة البطريركية اللاتينية والراهبات الكرمليات والرهبان وجمع كبير من المؤمنين. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. بمناسبة عيد القديسة مريم ليسوع المصلوب، أقيم قداس احتفالي في بساتين دير الكرمل في بيت لحم، والذي ترأسه القاصد الرسولي قدس الأب أدولفو تيتو يالانا، وبمعاونة المطران بولس مرقدسو وقدس الأب عبدو الكرملي والأب برنارد بوجي رئيس المعهد الإكليريكي ولفيف من كهنة البطركية اللاتينية، وبحضور الراهبات الكرمليات الحبيسات ورئيسة الدير والأخت فريال وعدد كبير من الراهبات من مختلف المناطق وجمعا كبيرا من المؤمنين. هذا القداس بالنسبة لنا هو اجتماع العيلة كلها مع كل الناس اللي بيحبوا مريم، كانوا موجودين معنا بالقداس أو كانوا عن طريق الميديا أو الفيسبوك، اتحاد صلاة نكون مع بعض مع مريم مع القديسة مريم. أنا بالنسبة لي هذه أكبر عيلة بالعالم، وبتمنى أنه كل يا رب أنه كل الناس اللي طلبوا شفاعتها اليومين ربنا يعطيهم ومشيئته حياتهم، ويكونوا دائما يكون دائما معهم بشفاعة القديسة مريم، ويتعلموا زي ما هي كانت مع الروح القدس انه دائما هم يكونوا كمان مع الروح القدس. كل سنة وانتم سالمين يا رب، وهي شفيعة السلام في بلادنا الشرق الاوسط، يكون السلام يحل يا رب، يحل فعلا بالداخل في نفوسنا ويحل في العالم كله. اليوم هو مناسبة رائعة لكنيستنا وشعبنا في فلسطين اللي فيه بنحتفل بقديستنا الفلسطينية مريم بواردي، مريم يسوع المصلوب الكرملية، واللي علمتنا نحب يسوع بتواضع، نحب العدم الصغير، نحب التواضع، ونتقوى بنور وقوة الروح القدس اللي بيقود حياتنا وبرشدها. لم تكن مريم ليسوع المصلوب مجرد راهبة، كانت أيقونة العشق الإلهي، فاتحدت بقوة الروح القدس الذي أعطاها نوره، فأصبحت حياتها نورا وبهاء وحبا لا متناهي. اليوم مع القديسة مريم ليسوع المصلوب نحن مدعوون إلى عمق الروح القدس لنعرف ونتعلم المزيد من المحبة وندخل في شركة الثالوث الأقدس كما طلبت منا القديسة مريم، فالمحبة لا تنتهي. بعيد القديسة مريم ليسوع المصلوب احنا اليوم منعيش الفرحة اللي هي عاشتها في حياتها، فرحة الطفولة الروحية اللي كانت دائما تختبرها في حياتها في الكنيسة على هاي الروحانية العظيمة الكرملية. اليوم نحن بنحتفل معها وبذكرنا انه كلنا مدعوين الى القداسة، ما في حدا منا هو معفي من هاي الدعوة، هاي دعوة عامة لكل المؤمنين، ولذلك اليوم هي بتأكد لنا أنه ممكن أنه نصير قديسين. لازم نطلب شفاعتها دائما ونصلي لبعضنا البعض حتى يوما ما يكون في مثلها مثايل في كل رعايانا وفي كل أماكن. من حي فضائية نورسات ونشكركم على الجهد اللي بتعملوا دائما، وإن شاء الله بشفاعة القديسة مريم ليسوع المصلوب دائما نشوف مزيد من الدعوات الرهبانية والكهنوتية، وخاصة نعيش القداسة في بين شعبنا دائما. وبعد القداس أقيم حفل استقبال والتقاط الصور التذكارية في بساتين دير الكرمل. للنورسات مارلين الحدوى من بساتين دير الكرمل بيت لحم.